على شرعية هذه الثورة، وأن هذا النظام قد فقد شرعيته بالمطلق، وتؤكد على دكتاتورية هذا النظام المجرم القاتل، وتؤكد من جديد أيضا إصرار وعزم الحاضنة الثورية الشعبية السورية على إكمال مسيرتها وإكمال ثورتها حتى تحقق أهدافها في الحرية والعدالة والكرامة ودولة القانون. صحيح أن هذه الثورة، أن هذه السبع سنوات مرت ببطء وببطء شديد جدا، حدث فيها
طاولة المفاوضات، ولا يمكن اليوم الوصول إلى انتقال سياسي وحل سياسي حقيقي إلا بتطبيق هذه القرارات التي تضمن الانتقال السياسي، وبما يحقق طموحات الشعب السوري، وبما يرضي الشعب السوري لأن يعود يعيش حياته طبيعية في مجتمع من الوئام ومن المصالحة الوطنية التي تؤمن هذا النمط من العيش المشترك. فبالتالي اليوم يجب أن يضع الجميع أمام مسؤولياته الوطنية، إزالة كل العوائق التي تمنع اجتماع الشعب السوري من جديد على طاولة واحدة، التي تمنع معالجة الإرهاب جذريا في سوريا، التي تؤدي إلى إخفاء كل المظاهر المسلحة في سوريا، التي تؤدي إلى إعادة جمع السلاح ووضعه في يد الدولة السورية. وباعتقادي هذا كله لن يتم إلا بتحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا وتغيير يعني هذا النظام، لأنه الشعب السوري ببساطة لن يقبل به. وموضوع الانتقال السياسي هو أكبر من شخص، يعني لا نختصر موضوع الانتقال السياسي بموضوع فقط رحيل بشار الأسد. لا شك أنه موضوع رحيل بشار الأسد هو الجزء الأهم في نقاشات الانتقال السياسي، إنما نحن بحاجة إلى جملة من الإجراءات الأخرى تتعلق بالأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والقضاء والقوانين ومؤسسات الدولة وإلى آخره. طبعا الجيش الحر يعني موجود وممثل في هيئة المفاوضات السورية، هيئة التفاوض السورية، وهو موجود في عديد المناطق السورية من الجنوب إلى الشمال. ولكن ما هو ملاحظ الآن أن هذا الجيش الحر الذي انقطع العالم عنه اليوم يواجه حملة عسكرية من قبل قوى كبرى في العالم، من قبل روسيا يعني أسلحة تستخدم لأول مرة في سوريا، ومن قبل أسلحة تجرب في سوريا ويتم يعني استعراض هذا التجريب في مؤتمرات العالم أو في معارض السلاح في العالم، على أن هذه الأسلحة تحقق جدواها وتمتلك القوة التدميرية اللازمة لقتل المدنيين، لأنه يعني لا يمكن مقارنة اليوم الجيش الحر بما يمتلك من عتاد بهذه الأسلحة. الجيش الحر نعم موجود وهو جزء من الثورة السورية، وهذا الجزء نذر نفسه للدفاع عن المدنيين في مرحلة مبكرة عندما اختار النظام الحل القمعي والحل الأمني، وهو ملتزم بالعملية السياسية، وتحدثت عن رسالته لمجلس الأمن وللأمم المتحدة قبل كمان يومين، ملتزم بالعملية السياسية ويسعى للوصول للحل السياسي الذي يضمن حياة كل مكونات الشعب السوري. رانيا سنجر، وكالة الصحافة الفرنسية. السؤال الأول، هل انتهاء الغوطة يعني انتهاء المعارضة السورية المسلحة وانتصار النظام؟ السؤال الثاني، هل تحملون مجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن المجازر والجرائم التي ذكرتموها؟ طبيعي أن نحمل المجتمع الدولي، لأنه مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأنه في ميثاق الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن كذلك حماية الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين هي مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية على كل شعوب العالم الحر. فبالتالي هم يتحملون بشكل مباشر يعني السكوت، مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم وعدم يعني اتخاذ الإجراءات التي تمنع من حدوثها وعدم السعي الحثيث لتطبيق قرارات مجلس الأمن. لكن لا ننسى أن المسؤول المباشر عن هذه الجرائم هو النظام والدول التي تقف إلى جانب النظام. أبدا لا يجوز أن نحصر الثورة السورية بالعمل المسلح. العمل المسلح هو كان أداة اضطر إليها الجيش الحر للدفاع عن المدنيين عندما ركن النظام إلى الحل القمعي. لكن لنتذكر جميعا بداية 2011 وعندما كانت الثورة في قمة زخمها، أتى هذا الزخم من الحراك المدني السلمي الثوري الذي عبر عن الشعب السوري بمختلف فئاته ومختلف شرائحه. وأنا أقول لك وأنا واثق من هذه المقولة أن الشعب السوري لن يهدأ ولن يكين ولن يستكين حتى تحقق الثورة أهدافها. وهذا الموضوع لا يرتبط أبدا بتقدم عسكري هنا أو تقدم عسكري هناك. السلام عليكم، نايف رشيد من الشرق الأوسط. لدي سؤال من شقين. الشق الأول يتعلق بموضوع عفرين، كيف يمكن تقييم مشاركة القوات التركية؟ هل هناك تنسيق كامل مع المعارضة السورية أم هناك خلاف؟ النقطة الثانية، هل يمكن التعليق على ما يتعلق بمسار أستانا والاتفاق الذي خرج بين اجتماع وزراء الخارجية الروسي والإيراني؟ هل هناك تغيير في موضوع مشاركة أستانا؟ هل ستشاركون أم هناك تغييرات ميدانية قد تطرأ
وبتلقي بظلالها على مشاركة المعارضة. شكرا. يعني لا توجد حتى اللحظة دعوة إلى مسار أستانة جديد. نعم كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية أمس وصدر بيان، والبيان الآن هو قيد الدراسة، ولكن أعتقد كما قلت قبل قليل أن يعني الأطراف التي دعمت النظام كانت دائما هي السباقة في انتهاكات اتفاقيات خفض التصعيد، حتى بدأ يشعر الشعب السوري كله بمدنيه وعسكريه أنه هذه الاتفاقات كأنها لم تكن موجودة أصلا. يعني أعتقد أنه يعني الواحد يشعر بالخجل الآن أن يتحدث عن اتفاقية خفض التصعيد وعندما نشغل شاشات التلفاز ونرى حجم الجرائم التي تجري في الغوطة. فبالتالي حتى اللحظة لا يوجد أي دعوة لاجتماع جديد لأستانا، لكن قوى الثورة والمعارضة السورية لن تترك أي فرصة يمكن أن تحقق أي تقدم في أي نقطة من نقاط تطبيق القرار 2254 إلا وتسعى إليها وتغتنمها. ولكن نتمنى من الأطراف الأخرى جميعها بما فيها المجتمع الدولي أن يسعى جديا وحقيقة إلى تطبيق هذه البنود وهذه الاتفاقيات. النقطة الثانية، يعني عملية عفرين اليوم هي تحدث بعد 7 سنوات. خلال هذه 7 سنوات حزب الاتحاد الديمقراطي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، هجر فيها كما قلت قبل قليل مئات القرى، وآخرها كان 18 قرية منغ والمنطقة التي حولها. وعلى الرغم من المفاوضات التي قامت فيها الفصائل العسكرية على الأرض ومفاوضات أخرى دولية لإقناع أو الوصول إلى نتيجة مع هذا الحزب للانسحاب من المناطق اللي هو موجود فيها وتركها لأهاليها حتى يعودوا إليها، اليوم يعني عندنا مئات آلاف الناس اللي تم تهجيرهم من هذه المناطق يعيشون تحت شجر الزيتون لأنه حزب الاتحاد الديمقراطي لا يسمح لهم بالعودة. فالعملية العسكرية التي يشارك فيها الجيش الحر هدفها وحيد ليس استهداف المدنيين ولا تدمير المنشآت، هدف إخراج حزب الاتحاد الديمقراطي من هذه المنطقة. لذلك أنا طلبت قبل قليل كما نطالب بخروج النصرة من كل المناطق في سوريا على هذا الحزب أن يضع حياة المدنيين وأن يضع وحدة وسلامة الشعب السوري ووحدة وسلامة الأراضي السورية يعني هي الأولوية ويجب أن يلتزم بها. لذلك فصائل الجيش الحر التي تقاتل في هذه المنطقة هي تقاتل من هذا المنطلق، وعليهم أن يكونوا حريصين على حماية المدنيين وعلى تأمين كل مستلزمات المدنيين من مياه وكهرباء وخدمات ومشافي وإلى ذلك. ونتمنى لهذه العملية أن تنتهي قريبا مع حفظ كامل لدماء أهلنا وأخوتنا في عفرين، هم أهلنا وهم جزء من الشعب السوري. وعلى فكرة عفرين تحتوي يعني مئات الآلاف ربما من الناس المهجرين من المناطق الأخرى إلى عفرين، والذي الذين يرتهنهم حزب الاتحاد الديمقراطي الآن يعني كرهان أو كدروع بشرية لمنع تحقيق أي تقدم يعني في المنطقة. خالصين، شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.